زي همبرجر يا لميس. انا ما عايزه اسال بشكل عام، الابراج اللي حظها حلو بقى في الكام شهر اللي باقيين السنه دي والفتره اللي جايه بقى كلها؟ بصوا، الابراج اللي هم هيبقى عندهم يعني طاقه كويسه وعندهم جود اوبورتيونيتيز الفتره الجايه، برج الاسد واحد منهم. ايوه، خليكم بقى فاكرين ان النبي يا شيف حسن لازم نعمل عنده اكل النهارده حلو جدا في الشغل، وعنده حظ في الشهره كمان، وعنده حظ في علاقاته العاطفيه واجتماعيا كمان، يعني اجتماعيا عنده علاقات جديده داخل حياته، تعرف على ناس جديده. فالاسد من الابراج المحظوظه الفتره الجايه. الحمل كمان بعد فتره صعبه. اهلا بيكي. الحمل كمان بعد فتره صعبه يعتبر من الابراج اللي عندهم فرص كويسه وعندهم استشفاء ونفسيا احسن بكتير جدا من الفتره اللي فاتت. كمان برج الجدي، برج الجدي احنا ما اتكلمناش عليه، برج الجدي برضو الفتره الجايه عندهم فرص افضل، عندهم حاجه جديده بتدخل حياتهم، بدايه جديده، فدي هتضيف لهم يعني برضو مرحله تغير او تحول. يعني ممكن تكون بدايه عاطفيه او بدايه في العمل، فعندهم بدايات جديده وعندهم نفسيا احسن. يعني برج الجدي من الابراج وضع احسن من اللي هم بالظبط يعني. كمان برج العذراء الفتره الجايه افضل بكتير من الفتره اللي فاتت. وكمان برج الحوت، برج الحوت كمان نهايات 2022 هتبقى نهايات سعيده عليه، عنده فرص ماليه كويسه جدا. كان السنه فاتوا كانوا صعبين على برج الحوت. يعني برج الحوت على كل الابراج. لا، وكمان الفتره السنه اللي فاتت كانت سنه صعبه جدا على بدايه السنه دي. السرطان كمان عنده فرص حلوه قوي في الشغل، في الشغل وعنده فرصه ارتباط جديد او بدايه جديده في العمل او في الحياه الشخصيه. لا، وبالذات في الفلوس عنده حظ حلو في شهره، في يعني الناس اللي لهم علاقه بالشهره. سرطان عنده شهره. استاذنكم معانا بس هناخد محمد. مش على الطول خالص. محمد. الو. ايوه. الو، مساء الخير عليكم جميعا ان شاء الله. مساء الفل. اهلا يا محمد، اتفضل. ممكن حضرتك اكلم الاستاذه رشا؟ اتفضل معاك. انا عايز بعد اذنك، انا حمل والعذراء اللي انت بتفعلها جامد قوي، انا عايز ارتبط بيها استعداد. معلش مش واضح، عيد كلامك تاني. دماغك البرج العذراء، هي عذراء وانا حمل. هي عذراء وانت حمل. ايه المشكله بقى؟ عايز ترتبط بيها، مالها بقى؟ هي دماغها عنيده، فطبعا عارف ان انت على طول بتدفع للعذراء. تمام. انا عايزك كده على الهواء على الملا كده الحقيقه. لا، هقول الحقيقه يا جماعه. حاضر، اكيد ميرسي يا محمد، وهنقول لك دلوقتي تعمل ايه في الدماغ العنيده. حاضر. هو برج العذراء مشكلته ان هو فعلا دماغه ناشفه وعنيد زي الجدي وزي الابراج الترابيه عامه، عنيده يعني. جدي وتور وعذراء عنيدين جدا، فطريقه التعامل معاه ان انت ما تديهوش اوردر، يعني تعامل معاه بالتفاهم، يعني اللي هو بشكل غير مباشر. بالظبط. يعني برج العذراء لو اخذ اوردر مش بيعمل الاوردر، مش ما بيحبش الاوامر، ما بيحبش حد يبقى متسلط عليه اكتر، فاهمني؟ فالعذراء تاخده بالسياسه والاهتمام، يعني هو بيحب الشخص يبقى مهتم، كل ما تهتم بيه وتفاصيله كتير وهو هيحبك اكتر. العذراء يحب التفاصيل. انت كنت سالين عن برج الثور. عشان ما قلناش على برج الثور. يعني برج الثور برضو من الابراج زي ما قلت كان صحيا مش كويس خالص، نفسيا عاطفيا كانت سنه برضو كبيسه جدا عند برج الثور. هو برج الثور يعني عنده ابس اند داونز شويه، يعني شويه هيبقى كويس، يعني هو في شهر سبتمبر حلو جدا لان شمس العذراء بتدعمه، اما في شهر يعني هينزل شويه في شهر اكتوبر، يتكر شويه من مشاكل عاطفيه او مشاكل عائليه او ماديه، بعد كده يرجع تاني في نوفمبر برضو عنده ابس اند داونز. من اول بقى شهر 12 هيحس كده يعني على السنه الجديده يبدا يحصل. هيبدا في برج كربات، يعني في برجين ما قلناش التوقعات بتاعتهم، الحوت والميزان. لا، الحوت احنا قلنا الحوت خلاص، خلاص الميزان. لا، اللي احنا نسيناه القوس، بس جاي لنا رساله على صفحتنا عن تاريخ ميلاد 24/12. اوكي، ده برج. لا، هو ده كده جدي مش قوس. كده جدي. هو بس هو واخد من انصاف. بالظبط. طب ممكن نقول القوس للي برضه بيتفرجوا علينا؟ لو قوس يعني القوس بقى عندهم شويه تحذيرات، شويه ممكن يخلي بالهم العصبيه شويه، من الخلافات مع البارتنر بتاعهم من طرف ثالث، من يعني طول من الابراج اللي تهدى شويه بقى لحد اخر القوس السنه. القوس اهدى شويه، ما تتسرعش، ما تاخدش يعني قرارات. القوس والدلو والجوزاء لحد اخر السنه، يعني بلاش تسرع، بلاش، وخاصه في الانفصالات، يعني بلاش تاخدوا قرار ولا قرار عاطفي مفاجئ بالارتباط ولا الانفصال، يبقى فيه هدوء في اتخاذ اي قرارات عاطفيه. طيب.